قال إلى قصة ظن صاحبها أنه يسوق لنفسه فانتهى به الأمر سجينا. من المتعارف عليه أن أصحاب المهن المتعلقة بشكل مباشر بحياة البشر أو حريتهم أو المهن التي تتطلب قدرا كبيرا من النزاهة يؤدي ممتهنوها قسما بالالتزام بالحفاظ على حياة الناس والالتزام بالمهنية والنزاهة وغير ذلك. ولعل الطب من أبرز هذه المهن. قبل ممارسة المهنة يؤدي الطبيب قسما غير إلزامي في أغلب الدول يتعهد فيه ببذل الجهد للحفاظ على صحة الناس وعدم الاستهتار بقيمة حياتهم. لكن الآن أصبحت السوشيال ميديا أداة تسويقية كبيرة حتى في مجال الطبي. سيث لوكهارت طبيب أمريكي تخرج في كلية طب الأسنان وبدأ مباشرة عمله. هداه عقله التسويقي إلى فكرة اعتقد أنها ستساعده في الظهور بوصفه جراح أسنان متمكنا من عمله. فصور نفسه وهو يخلع ضرس مريض لديه وهو يقف على لوح تزلج. طبعا اهتزاز بسيط يمكن أن يؤدي بحياة المريضة بشكل كبير جدا، لكن لا يقف على أرض ثابتة. كيف رأى المغردون انتشار هذا الفيديو؟ باولا ترى أنه يجب أن يكون هناك فحوصات عقلية لمن يعمل في مثل هذه المهن قبل منحهم رخصة مزاولة المهنة. أما بوب فيعتقد أن الحكم قاس قليلا، فكان يمكن الاكتفاء بمنعه مثلا من مزاولة المهنة في ظل عدم تضرر أحد، لكن سجنه لمدة 12 عاما كثيرا في رأيه. بعد انتشار الفيديو تحرك مكتب المدعي العام في ولاية ألاسكا الأمريكية، وبعد التحقيق اكتشف أن الواقعة تعود لعام 2017. ثم أحال الطبيب للمحاكمة التي اكتشف خلالها مخالفات أخرى تحت بند الاحتيال على التأمين الصحي، فكان الطبيب يخدع ضحاياه بحاجتهم إلى تخدير كلي حتى يرفع قيمة عائداته من التأمين الصحي. وفي النهاية أكدت المحكمة العليا في الولاية عليه حكما بالسجن لـ 12 عاما كان قد طالب به الادعاء في عام 2000.